المحبة ليست حقيقية إن لم تعبر عنها بالفعل. اليوم فلنعبر عن محبتنا لمن نحب بكلام جميل، غمرة حنونة، عمل خير، مساعدة أو هدية أو أي شيء تراه يسعد الآخر. نهار مبارك. حلقة جديدة من كاري سرير معكم. حبيت هيك بلش فيه هيدا المقصد اليوم، لأنه أوقات كتير بقولوا اليوم نحن موجودين يمكن بكرة لا. خلينا نعبر دايما عن محبتنا، إن كان بالكلام، إن كان بغمرة، ببوسة، بتشجيع، بهدية، بمساعدة للأشخاص يلي منحبهم. هيدي دايما ما بنتعلمها غير من بعد ما نفقد شخص يمكن كنا نحبه أو يكون عزيز على قلبنا. بقى خلينا نعملها هيدي، نتعلمها، وكل يوم نقدر ونعمل مجهود إنه نعبر عن محبتنا لكل حوالينا يلي منحبهم. فكرة جديدة اليوم، حلقة جديدة، أفكار جديدة. بلشنا مع ماري خوري مرت الماضي بحلقة علمناكم كيف من فولار موجود عنا معين محطوط بهالجرور، ما منلبسه غير وقت منحطه على رقبتنا ومنلفه وخلص وبيمشي الحال. عطيناكم أفكار كيف فينا نغير الموديل تبعه لحتى نربحه ونصير نلبسه أكثر بطرق متعددة. بونجور ماري. بونجور، كيف فيك؟ ماشي الحال، مشتقت لي. الحمد لله. اليوم بدنا نكفي حلقتنا يلي صورناها عن الفولارات، وانت ساعدتينا كيف علمتينا كيف ندرسها، ونعطيها شكل جديد وموديل جديد. منكفي غير موديلات كمان اليوم. نعم اكيد. اليوم عندنا موديلات كثير مهضومه، رح نبلش بهيدا. هيدا انتم بحاجه ليكون عندكم اثنين باشمينا، يا يكونوا مثل بعضهم يا يكونوا كأردني بيشبهوا بعضهم. هن فولارات عادي، بيجي فولار طويل، وفيكن حتى إذا حبيتوا الموديل تقصدوا تشتروا، لأنه في محلات بحكوني تحت الهواء على الفيسبوك أو على الإنستا بقلكن من وين، وأسعاره كتير حلوة، يعني ما بتحطوا قد ما بتكونوا اشتريتوا بونشو جديد من السوق. لكن فولارين أنا نقيتهم اثنين حلوين بيقربوا لبعضهم، هيك بيشبهوا بعضهم. تنشوف ماري كيف بدها تعملنا ياه بونشو. هلأ رح يطلع معنا صورة كمان على الهواء على التي في، وبتشوفوا أي موديل عم نعمل. أول شيء منحطهم على بعضهم هيك، أوكي. أول شيء ميخد النص، أكيد دايما على النص لحتى نظبط هيدا الموديل. هيدا النص، نعم، منعلمه اوكي بحي الله شيء انه هيدا النص. هلا منحطهم على بعضهم الفولارين هيك، هلا الفولارين نحن عم نعلقهم ببعضهم لحتى يصيروا بانشو. هلا بتشوفوا الموديل الاخراني كيف هيك، بتعرفوا كيف نعمل. منعلقهم مع بعضهم لحد النص، قبل النص بشوي، يعني تقريبا هيك ليقدر يفوت بالراس. نعم اوكي. هيدا مندرزه لهون، نرجع كمان من تاني ميل نفس الشيء على نفس المسافة ليفوتوا ببعضهم. نعم. كمان منبلش هلا رح نحط الصورة كمان تتشوفوا تقريبا من تحت الموديل عم نحكي عنه. هيك بصير اثنين معلقين ببعضهم، منخلي فراغ بالنص لحتى ننتبه هيك يفوت الراس. ننتبه كمان على الرجال يكونوا حد بعضهم، احنا عم ندرس. نعم. حتى ما يفرق كتير. اوكي. نعم. لحد هون كنا علمنا، هلا بندرس من هون وبالنازل، من هون وبالنازل، منخلي هيك بس ليفوت بالراس. هيدي تيفوت الراس. اوكي. نعم. اوكي منبلش. بس ماري سؤال، بقدي هاي الفتحه؟
ايه بتقدي بتقدي يعني حتى لو اذا بده ينلبس فوق التياب كبير كتير. اوكي طيب. تقدي ولا بقى لانه بدك بدك تدرزيه لحتى ما ايه بس لحتى ما يقشط كمان كتير. اوكي بدك بعطي كمان بعد شوي صغيره. ايه بنعطي شوي صغيره. نظبط الريع بعضهم حتى ما يفرق تفرق الصورة. ايه اذا كانوا كارويات او ايه. ريع او ليكونوا تقريبا على بعضهم. نعم. من تاني ميل كمان. ماري قديش مهم مكنة الخياطة بالبيت؟ كثير مهم. هلا بدهم يتحمسوا لانه هول الاشياء الموجودين عندكم يعني تتعملوهم هيك تحمسوا جيبوا شيء مكنة خياطة تكون هندي مهضوم صغيرة ومنها غالية كتير يعني بتبقى في اشياء سام. نعم يعني مش ست البيت بزيادة مش ضروري تكون بتطرز وبتعمل ميت. نعم. مهم انه تكون تدرس. هلا من تاني ميل كمان عم ندرزها لنوصل للدبوس مطرح ما حاطين عليه. اوكي هون ما تدور ال لا خلص لان وسعنا شوي نحن. نعم. اوكي صار فيك تلبسيها جوستي. لكن بهالفكره استعملنا اثنين باشمينه او اثنين فولاريت يكونوا مثل بعضهم. رح اوقف هون البس لكم اياها في محل فالت. هلا بنرجع بندرزه. معلي رح حليها لصوب برا خليها لميلت ورا وفرجيكم كيف صار هالبونشو المهضوم على الميلتين من هون معلق معك. ايوه ولا اكيد مش بوج مرايه لحتى اشوف وهيك صار من هالميله ومن ورا يمكن فلت شوي الدرزه معلش لانه فلت الدرزه فلت. وقديش حلو كمان اذا بدكم فيكم تحطوا له سنتور من ميله هيك بس من قدام او من ميله ورا. ولا مقشوع هيك نقيتن اثنين بيشبهوا بعضهم وحلوين ينحطوا حد بعضهم. يلا رح ضل لبستهم احنا ما نضيع وقت. هلا الفكره اللي بدي اعطيكم اياها هي اذا عندنا فولار صوف عريض بنحطه على كتفاتنا بس في فكره مهضومه وهيدي كمان بيعطي هيك مثل جمال زياده للفولار. كيف من بصير من قدام له زرار يعني بنلبسه وبنحط له من قدام زرار. بدك ماري البس لك اياه ولا ايه حطي علي اوكي تتعرفي وين بدك تحط الزر. يعني بصير من قدام مثل جاكيت مثل كارديغان وهو مهضوم لانه ما بده عروات يعني في هو هيك بخوش وفينا نفوت الزر بقلبه. فينا نحط زر من هون وفوق وتحت منه واحد. اوكي يلا هذا مهضوم كمان بيطلع الموديل تبعه
لأنه ببين من الطيب. أنا بهالوقت رح أشلح هيدا. أيه تفسر عن شيء تاني. وهيك أشياء فوق الطيب قديش بدفوا ماري خاصة هلأ بهالتقس. كان الفكرة هلأ الجديدة اللي عم بعطيكم إياها هي كيف فول عرصوف عريض فينا نعمله يصير بزرار مثل كأنه لابسين كارديغان من قدام. فكرة كتير مهضومة، وهو هدف الحلقة اليوم أصدقائي. الأغراض اللي عندكم، الفولارات اللي عندكم، كيف في أفكار؟ في كتير أفكار، بس هلأ نقينا اليوم نقيت الأشياء اللي هيك الأساسية والحلوة، وإن شاء الله بحلقات جديدة كمان إذا حبيتوا بنتواصل سوا، وبتطلبوا مني إنه نكفي هالأفكار اللي عم بعطيكم إياها بخصوص الشاليات والفولارات الصوف. هاي تاني زر ركبناه، رح نحط 3 زرار ولا بدك 4؟ خلينا 2. 2؟ اوكي. لأنه تنلحق بعد عنا أوكي. أفكار نلحق نعملها. فينا بعد نحط له كمان. حطيت 2؟ ايه حطيت 2. 2 وهيك صار عنا. هالفولار صار بينلبس بهالطريقة. وهيك صار عنا من قدام كارديغان كأنه كنزة مسكرة، ومن وراء عادي مفتوح لا بيقصد ولا شيء. نعم أوكي. الفكرة بدي أعطيكم إياها هلأ بسموها سمارت سكيرف، يعني الفولار الذكي. فكرة نزلت جديد هلأ على السوق، من نشوفها عم ببيعوها بالمحلات. وانتو بتعرفوا دايما بكور سورير ما بحب تشتروا، انتو تعملوا الاشياء بالبيت. كيف الفولار فينا نعمل بقلبه جيبة، وبس نلبسه هيك بيكونوا غراضنا كلهم موجودين بقلبه، مثل الوراق، الكارت، كريديت كارت، بنكون ظاهرين المصاري، وكتير كمان مهضوم للتليفون. أوقات بنكون عم نعمل جوجينج عم نركض، فينا نحط التليفون بقلبها ونطلع الإيرفون لحتى نكون موجود معنا التليفون مش حاملينه. وكتير مهم للإيرفون إنه منطلعه منه، نفتح شوي من السحابة ونطلع الإيرفون معه. هلأ الفولار أنا عملته هيدا، أنا فكرة عطيتكم إياها مرة قبل، عملت سحابة. هيدي الصورة إذا بتشوفوها هيك عم نعمل هلأ. وكتير مهم الفولار يكون سنود، يعني الفولار بيقولوا له تيوب اللي بيجي كله مسكر لحتى تزبط هاي الفكرة، بيجي مبروم. هيدا الفولار أنا حطيت له سحابة، بس هيك من غلطي أنا بعلمكم ما عملت له جيبة، حسيت إنه كل شيء مريب بحط بقلبه بده يروح لتحت بيقشط، بقى أحسن جبنا بوشيت. ماري رح تدرز لنا اياها يلي هي هاي، او تقطبها ما بعرف. نعم منقطبها شوي حتى يلي تضلها، بس منفوتها هيك بصير احيان، لانه كنت حط الغرض يقشط لتحت، او دغري بنعمل جيبه فرد مره جيبه مش وقت اذا إيه؟ بدنا وقت اللي بنعمله. اوكي ماشي، منقطبه قطبه من هون. اوكي بس يمكن نخلي مجرتها تسكر. إيه؟ تسكر السحابه. إيه؟ تسكر السحابه. اوقات كثير كمان بنحب بنظهر من البيت، ما بنحب نحمل جزادين، بنكون يمكن رايحين مشوار سيني او هيك عشاء خفيف. ليش ما بنعمل هالفولار السمارت سكيرف، بنحطه على رقبتنا يلي هو سنود تيوب بينلف لف، وبكون بقلبه في جيبه بنحط بقلبه اغراضنا، الكارت ديدونتيتي، الكريدت كارت، المصاري، التليفون، يعني شو بدنا نحمل بنحط بقلب هالفولار، وهيك بكونوا عندنا حريه ايدين مش حاملين شيء بايدينا. وكمان فكره كثير حلوه قلت لكم كرمال الجوجينج بنكون عم نركض وحاطين الايرفون والتليفون موجود بقلب مع الاغراض، يمكن مفتاح السياره، مفتاح البيت، بكون الاغراض كل شيء معلق بهالفولار، وما بنكون ملبكين وين بدنا نحطه. قطبناها من اول ميله، بنقطبها من ثاني ميله
لحتى بس تضلها ماسكة بالفولار. هلأ هيدي البوشيت أكبر من السحابة. نعم. يعني مشان هيك بس هيدي لانه زهر ولقيتها ايه. عندي قلت انا فينا فيكم تحطوا كمان هيك ستيل بوشيتات، يعني شو ما بدكم جايبه مثل ما عم بتقول ماري، المهم انه تساعد الاشياء او الاغراض يلي بتحبوا انتم تحطوه بقلبه. وهيك حصلنا على هالبوشيت، البوشيت المهضومه بالفولار، بينحط بقلبها كل شيء ايه. شو ما بدكم تتسكر اول شيء هي، لانه هي دي بوشيت. نعم ترجع بتتسكر هي حتى ما يوقع لتحت. نعم ترجع بتتسكر وبنرجع بنلبسها. حلو كثير مهضوم الفكره، طبقوها. في كمان شغله رح عم نعملها هلا سوا، كمان شيء كثير مهضوم. اذا عندكم فولار مثل ما قلت لكم، اذا بتقصدوا كمان لانه هول الفولارات اسعارهم يعني من هالفولار اللي سعره 7000 8000 عم تعملوا منه بونشو، عم بيطلع عم بيعطي ستيل كثير حلو. هذا الفولار الطويل يلي بيجي ريكتانجل طويل، كيف فينا نعمله يجي كروازي ومسكر، بيجوا هيك فوق بعضه كروازي. ايه رح اشلحه. بدك اسلكي تحطي البيبيس؟ ايه اكيد. يلا ليطلع بيطلع مزبوط. مزبوط. اول شيء دائما بناخذ النص لحتى ما يطلع ميله اطول من ميله. نعم انا اليوم هيك لبست شيء هين لحتى يكون برمش هيك. يلا فيك تحطي ال هي من ثاني ميل. اوكي هلا نعمله هيك. نعم وهيدا هيك حتى اوكي نقدر فوالا هون لهون. هلا هو لو طلع مطعش شوي ايه احسن بيطلع احسن لحتى ما يبين. هلا فينا ندرزه من هون لهون. نحط له دبوس. هلا كمان بحط لنا صورة بتشوفوا كيف فينا نحط الفولار ويجي مطبق كروازيه فوق بعضه وكمان بصير مثل بونشو. هلا فينا نتركه هيدا هيك. ايه بينترك المهم من تحت. وبينعمل بينحط شيء إذا بدهم. زرار بينحط لهون ندرسه ولو بقي من فوق مفتوح بكون اوكي. هذا صوف لانه يلا ماشي الحال خلص صبا يلا. اخذتي ولا فيني اشرحه؟ اخذتي اوكي. لكن كمان عندنا فكره كثير مهضومه، فولار طويل ريكتانجل، سوري تخربطوا شعرات. ريكتانجل طويل لكن كيف نعمله لحتى يطلع معنا مثل بانشو بس بيجي كروازي مش بالطول مثل يلي عملناه هذيك الساعة. وراحوا يلا معلي لحد هون فكوا لأنه ناعم. ايه هو مشتو ناعمة ومقدوح مشان هيك عم بي. وانا ليش حبيت اليوم اعطي هذا الفولار يلي يمكن اذا كان صوف ماري طلع بالصوره، يمكن اذا كان صوف بيكون اهين من ما يكون رقيق لانه هيدا رقيق عم بيزحي. انا جبته رقيق قالك معلي ما بيأثر. اوكي لكن ما رقيت معنا الصوره بصير كروازي من قدام بكون هو طويل وبينعمل كروازيه وبيندرس كروزي. بيطلع كمان كتير مهضوم. قديش عنا بعد وقت؟ معنا 5 دقايق رح نلحق نعمل ندرزه؟ هيدا. اوكي او بنعمل هيداك هيداك في شيء بدك نعمل هيدا لان هيدا عطينا هيدا الفكرة خلص. لكن بيجي كروازي اوكي. هلا هيدا اوقات كتير هيدي يعني الفكرة يلي اكتر شيء انا بستعملها بالبيت. كمان فولار بيجي مربع عريض منطوي اثنين. اذا بحلقه بتتذكروا
عملنا بانشو او كارديغان مسكر، يعني فتحتي الأبة ماري وعملناه بانشو مسكر. هلا هو ذاته هيدا بدنا نقصه بالنص ونعمله بانشو مفتوح. نقص نصه بينقص بالنص يعني لا بس مفتوح يجي هيك مثل شلحه. اوكي كمان بنظبط اهم شيء النص. اهم شيء النص بتقولي لنا اهم شيء لحتى ما يطلع الوق القص. نعم اذا قصيناه الوق يعني حرام. مزبوط. نرجع بنحطه نص ثاني. هدي معي جسلين شوي. يلا هدي شوي. بدك تاخذي مزبوط النص حتى مزبوط النص حتى نقصه لان هيدا ما نقص مش درز. نعم نرجع حطيناه منقص. اوكي من هون لهون على وحده مش اثنين. ايه اكيد الميلة هي اللي بدها تجي من الميلة اللي بدها تجي من قدام. هلا اذا كان قماش بولير او هيدا القماش الحريم يلي بنلاقيه بالسوق الحلو انه لا بده درز ولا بده شيء. ما بده درز وبلف الاخر تبعه. هلا هيدا يمكن بده درزة. اكيد بده درزة. درزة مرتبة حتى بس نحن بنعطيهم الفكرة. نعم بدك بعد لك ال لا بدي بس تمسكي لي هون. يلا هون بدك فلتي لا 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 التانية. فلتة فوالا صار كارديغان. اوكي فيك تلبسيه. هلا بلا ما ندرزه لكن لا لا عنا وقت. ما عنا وقت بس حطيه بس بيندرز هيك على الدير. نعم على الدير درزه هيك. اوكي اوكي لحتى ما يكبر بس لكن حطيلهم اياه رح فرجيكم كيف طلع. لكن ماشي قصيناه من النص من قدام وطلع معنا هالبانشو. فلف شو بفولاريتكم. شوفوا هيدا بده الموديل اكيد فولار كاريه وطلع هيدا البانشو مهضوم. وكمان مثل ما بقلكم سامبل ومثل ما بقلكم دايما اذا حابين ما يكون هالقد واسع فيكم تربطوا سنتور بطريقه مهضومه على الخصر وهيك ما بعود يبين واسع. رح فرجيهم كيف. ميرسي يا ماري ساعدتيني بهالحلقه. يعني كنت دايما هيك حابة اعطيهم اياها بس اقول انا أكثر. طب ما قال لازم اشتغل حدا يشتغل على المكنه ندروز بقى ثقبت اليوم ماري ساعدتنا بهالافكار الحلوه. طبقوا انتو بالبيت وهيك عملتوا كمان فيكم تحطوا شيء مسكر من ورا بضل مفتوح واسع ومن قدام مزموم بهالطريقه. وهيك أصدقائي عطيناكم أفكار كتير طبقوها إشياء كتير حلوة. وإذا بدكم أي شيء هيك سؤال أو فكرة بدكم ترجعوا أعطيكم إياها بالصور أو بتسألوا ماري. ماري على الفيسبوك ماري كوتور كوتور إيرتوش كوتور إيرتوش ماري أو على الإفريب دو جوسلين عندي مثل ما كنتوا صرتوا تعودتوا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأفكار واستفدتوا. ومن إلكم خلصت حلقتنا. ماري ميرسي كتير تكرم عينك تكرميك أهلا سلم دايما ما في عذيب والله. ميرسي لإليك ولقونا بحلقات جديدة. باي باي.